المشروع مندرج معاه في المخطط الاستراتيجي للدولة التونسية في الرقمنة، وهذا معناها يعتبر معناها مشروع رائد، خاطر احنا اول العرب اللي بدينا كما شفتوا في الندوه في 2018 بدينا المشروع الرسمي اللي هو يتقسم على اربع مراحل. المرحله الاولى هي كوفرتير نتاع 51% من السكان، توا قاعدين نبثوا في 18 اذاعه هذه الملتيبلكس الاول، ان شاء الله نزيدوا ملتيبلكس اخر باش نزيدوا معناها اكثر، وبالطريقه هذه نجموا نزيدوا حتى الاذاعات القربه قريبه جدا كل شيء نجموا نعملها، معناها نجم كل الديموند تاع كل ما هو اعلامي نجم يكون. الوزارة نتاعنا زي صد الاشراف وزارة التكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، عملنا لجنة وطنية فيها وزارة التجارة وزارة الصناعة وزارة التكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، تدخل فيها حتى وزارة المالية، وعملنا معناها مشروع قرار كما عملنا الانتقال الرقمي نتاع التلفزة، نعملوا فيها الإذاعة على أساس معناها كل السيارات اللي تدخل وإلا كل الريسبتير اللي يدخل لتونس معناها إن شاء الله يبدو معناها فيهم النظام هذا الجديد اللي هو الإذاعة الرقمية. في نفس الوقت معناها حسسنا للكونسيسيونير تاعين الكراهب كلهم اللي موجودين واجتمعنا بهم كل شيء، وهم معناها متشجعين للشيء هذا على اساس معناها اللي قاموا به معناها في بعض الدول اللي هي معناها سبقتنا شويه، على اساس احنا زاد نقوموا به هنا، ويبدا التكنولوجيا هذه موجوده بارخص الاثمان وفي متناول معنا المواطن. فما مرحله اخرى اللي هي يدخلوا فيها المؤسسات الاعلاميه خاصه المؤسسات الاذاعيه للتعريف بهذه التكنولوجيا باش هم ينجموا يعملوها بشوي بشوي.